الحقيقه في سلسله الموضوع اللي احنا ماشيين فيه والخطوات اللي احنا ماشيين فيها كنا ابتدينا الحلقات اللي فاتت نتكلم على ان ربنا لما جه يصنع حواء صنعها معين لادم معينه نظيره وابتدينا نتكلم من الحلقه اللي فاتت على ايه حته نظيره واتكلمنا عن الف... يعني نربطها ازاي بموضوع ان الرجل راس المراه وابتدينا ناخد نظيره في الايمان وعرفنا ازاي إنسان او ازاي الايات اللي زي جت في كرونسوس الاولى لما معلمنا بولس الرسول ذكرها ان ان ممكن الرجل غير المؤمن مقدس في المراه المؤمنه والعكس المراه غير المؤمنه مقدسه في الرجل المؤمن فهمنا ازاي دي كانت حاجه موجوده زمان وبتدل على ايه واتكلمنا فيها في الحلقه اللي فاتت باذن ربنا ان شاء الله هنكمل موضوعنا النهارده بس في بدايه الحلقه احب ارحب بنيافه الحبر الجليل نيافه الانبا يوسف اسقف جنوب الولايات المتحده اهلا بنيافتك معانا يا سيدنا آه سيدنا احنا في نظيره وكلمنا عن نظيره في الإيمان زي ما كنت بقول دلوقتي سيدنا أه، أنا الحقيقة يمكن احنا ركزنا الحلقة اللي فاتت على أه، أن المرأة غير المؤمنة مقدسة أه، في الرجل المؤمن والعكس أه، ونيافتك شرحت لنا بس في حالة واحدة في حالة واحدة اه بالظبط ما انا كنت اقول نيافتك شرحت لنا الحتة دي كويس جدا ان ده في العصور اللي كان الاتنين فيها غير مؤمنين وواحد فيهم دخل في الايمان وحتى يمكن عرفنا نقطه حلوه جدا ان حتى في الحاله دي كانت الكنيسه بتنصح او يعني بتقول للشخص اللي هو دخل في الايمان يبقى زي ما هو الا اذا الطرف الثاني هو اللي عايز يترك الاسره يعني. انا عايزه يمكن ناخد نقطه عكسيه شويه في الزمن بقى بتاعنا مش مش اتنين بره الايمان لا ده انا عايزه اقول اتنين في الايمان و والاتنين بيؤمنوا باسم المسيح يعني واحد فيهم ترك الايمان ايه اللي يكون الوضع الامثل للكنيسه تقوله يعني؟ هو طبعا الوضع ده يختلف تماما عن الوضع الاولاني يعني. يختلف في الاتي ان الاثنين دولت يوم ما ارتبطوا وقفوا امام المسبح وعملوا عهد امام الله ان الله هيكون وسطهم وهيكملوا مسيرتهم بالطريقه دي فلما يجي رجل او طرف منهم يترك الايمان ده هو خان العهد اللي مع ربنا وده زي ما كتاب الروح الكتاب المقدس بيوصفه ده اللي بيسموه الزنا الروحي لإن هو راح وراء اله اخر وترك الاله الحقيقي وراح وراء اله اخر اله طبعا غير حقيقي يعني ومن هنا في حكايه الزنا الروحي فممكن هنا الطرف المؤمن يترك ويسيء خاصة من حقه خاصة لازم نراعي بقى الآتي ما ما تأثير الطرف غير المؤمن على الطرف المؤمن وما تأثير من هم وراء الطرف غير المؤمن على الطرف المؤمن وما تأثير الطرف غير المؤمن على الأولاد والأولاد دولت مفروض أن هم أولاد مؤمنين مسيحيين ولدوا في الايمان م. فما تاثيرهم ما تاثير الطرف اللي هو ترك الايمان ده عليهم على الاولاد يعني ده انا حامية وضح لنا نقطه مهمه جدا ان رجل عظيم جدا وفي حكمته زي سليمان لارتباطه بنساء اجنبيات غير مؤمنات اثروا عليه م. يعني في جزء في نحامية جميل في نحامية 13 لما بيقول لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله وكان محبوبا إلى إلهه فجعله الله ملكا على كل إسرائيل يعني بول سليمان مم. هذا الانسان كان محبوب لربنا وما كانش في حد زيه في الحكمه وربنا اداله نعم كثيره جدا 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 يقول هو ايضا جعلته النساء الاجنبيات يخطئ مم. فهل نسكت لكم ان تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانه ضد الهنا بمساكنه نساء اجنبيات فهنا الطرف الغير المؤمن ايه تاثيره ان كان النساء الاجنبيات اثروا على سليمان اللي لم يكن ولن يكون انسان زي في الحكمة وكان محبوبا عند الرب الهه فهنا طبعا الوضع يختلف تماما عن ان هم اثنين غير مؤمنين وواحد منهم دخل الايمان فطبعا لا في اختلاف كبير في الوضع ده ان كنا يعني في الحاله اللي قبل كده يعني الكنيسه طلبت بالحفاظ على وضع الاسره للحفاظ على الاسره فاحنا متهيألي نفس الكلام احنا برضه بنحافظ على خلاص الاسره بنحافظ على الاسره وخلاصها اه طبعا مم. طبعا مم. نقطه مهمه جدا يعني طب يا سيدنا يمكن الحته بتاعت نظيره في الايمان دي يمكن تفكرنا شويه او تجرجرنا شويه للقصه بتاعت شمشون شمشون في وقت من الاوقات لما راح راح اختار ان هو يرتبط بامراه امميه مع انه كان نذير للرب يعني الوضع اللي احنا بنقول احنا المفروض كلنا دلوقتي يعني نظراء لربنا يعني فان كان شمشون لما اخطا او بالاختيار الخاطئ الا ان في القصه بتاعته يتقال كده ان ان ربنا خلى الموضوع ده يحصل لعله يعني معينه ربنا كان بيها وهي تاديب الفلسطينيين. انا محتاجه بس اقف يمكن في الجزء ده عند يعني ايه ربنا يخلي انسان يعمل كده عشان خطه ربنا مدبرها خلاش ربنا سامح okay. آه بس خليني يعني اجاوب على الموضوع ده بتفصيل شويه موضوع شمشون اولا كانت الشريعه واضحه ان انسان مش مفروض يرتبط بانسان اجنبي او انسانه اجنبيه وشمشون ده كان قائد كان قائد اسرائيل فطبعا ان هو كده بي بيدي مثال غلط حتى للشعب اللي بيخوضه ده في صلاة عزرة من ضمن الصلاة اللي هو قدم فيها توبة قدم توبة على حكاية ان هم تزوجوا من اجنبيات زي ما نقرأ في عزرة إصحاح تسعة لما بيكلم ربنا بيقول له ماذا نقول يا إلهنا بعد هذا لأننا قد تركنا وصاياك التي أوصيت بها عن يد عبيدك الأنبياء قائلاً فلا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا تطلبوا سلامتهم وخيرهم إلى الأبد لكي تتشددوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا بنيكم إياها إلى الأبد فهنا كان في وصية واضحة جدا يعني إنما الحقيقة شمشون اختار امرأة أجنبية واختار امرأة أجنبية وده زواج شمشون يفشل. إيه لما نيجي نقرا في قضاء اصحاح 14 يقول ايه؟ ابوه أم عاتبوه على حكايه انه اختار امرأه اجنبيه. فنقرا في عدد ثلاثه يقول فقال له ابوه وامه اليس في بنات اخوتك اخوتك يقصد المؤمنين وفي كل شعبي امراه حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من الفلسطينيين الغلف أنا عايز أقف هنا حكاية الغلف دي الغلف اللي هم غير المختونين ولو قلنا غير المختونين الختان ده رمز للمعمودية تمام طيب. يبقى أقدر أشيل كلمة الغلف دي وحط بدلها غير المعمدين غير المعمدين مم. فلو نقراها بقى بالطريقة دي أليس في بنات إخواتك وفي كل شعبي امرأة حتى أنك ذاهب لتأخذ امرأة من غير المعمدين. آه بعدين هنا بقى الكتاب يقول آه ولم يعلم أبوه وأمه أن ذلك من الرب ذلك من الرب يعني بسمح من ربنا مم. لأنه كان يطلب علة على الفلسطينيين لأن هو لما زواجه فشل ديا فشمشون راح وحرق حقول الفلسطينيين إلى آخره. وده يبان ان ربنا احيانا حتى الاخطاء اللي احنا بنعملها ربنا بيحولها للخير مم. يعني لما اخوات يوسف عملوا خطا وخطية في ان هم باعوه وحسدوه وقصدوا به شرا ان نعم ربنا حول الشر ده لخير مصر لخير العالم مم. والخير يوسف نفسه طبعا. فهنا ما اقدرش اقول ان دي اراده ربنا عصاية <applause> لخبط فعلا ان ذلك من الرب شمشون هي ذلك حط كلمة بسماح ذلك بسماح من الرب ان 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 استحال يكون ربنا يقول يدي وصية ما تتجوزوش من البنات الاجنبيات وفي نفس الوقت اجنبيات هنا يقصد اجنبيات في الدين في الايمان يعني وفي نفس الوقت يروح يقول لشمشون لا روح اتجوز وانا موافق تتجوز لكن الخطا اللي عمله شمشون بزواجه من الاجنبيات ربنا سمح بيه علشان يدي عله ان 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 اسرائيل تنتصر على فلسطين في, في هنا يعني. امم سيدنا يعني ده انا عايز اقول حاجه تاني <applause> آه. عن النقطه دي ان النزير زي ما انت قلت النزير النذير كان له ثلاث شروط. ثلاث شروط دولت اتكسروا في الجوازه دي. كان ايه ثلاث شروط عن النزير؟ أول حاجة إن هو لا يمس الشيء ميت عشان ما يتنجش، تاني حاجة إن هو ما يشربش خمر وإيفن حتى ما يروحش للأماكن اللي هي فيها خمر، وتالت حاجة إن هو ي... يربي شعره البنت دي كانت عايشة فين؟ عايشة في تمنة فلما عايشة في تمنة، تمنة دي كانت مليانة بالكروم يقول كده فنزل شمشون وابوه وامه الى تمنه واتوا الى كروم تمنه وهنا بكسر اول ندر من النذور بتاعته طيب والحاجه الثانيه انه بعد كده راح واكل من الاسد الميت وده ميت وادى لابوه وامه يعني اخطا وجعلهم وعشان كده في ايه تسعة يقول واعطاهما فاكل ولم يخبرهما انه من جوف الاسد مم لأنه ربما لو كان عارف ما كانوش يرضى ان هم عشان كان نجاسه وبعد كده الندرة الثالث اللي هو بتاع الشعر ده ما كانش بقى مع امراه تمنى انما تتكسر مع دليله المراه الزانيه اللي هو ارتبط بيها في الاخر يعني معنى كده ان الانسان بيفقد كل النزور بتاعته او علامات النزور وربنا ارتباطه بناس ثانيه. طب سيدنا يعني نيافتك في الحتة بتاعت من غير المعمدين دي يمكن دي هتقودني يعني النقطة تانية ان مش, بس نظيره في الإيمان لكن عايز أقول من غير المعمدين حتى نقول أرثوذكسيا يعني إن كان, إن كان, الإنسان المؤمن لا يرتبط بغير بحد غير مؤمن إلا إن برضو مش مفروض إن هو هيرتبط بحد غيره في الطائفة أه، يعني انا عايز ارد على دي من ناحيه لاهوتيه عقائديه وعايز ارد عليها من ناحيه نفسيه مم. وهنشوف ازاي في توافق ما بين الجبتين يعني آه اول من ناحيه لاهوتيه احنا نقول ويكون الاثنين واحدا فازاي هيبقوا الاثنين واحدا وهم ايمانهم مختلف مم. يعني مثلا لو آه يعني مثلا اخواتنا الكاثوليك يؤمنوا مثلا آه بخلاص غير المؤمنين عشان كده ما عندهمش مانع يعني انهم ممكن يعملوا اكليل ما بين واحد مسيحي وواحد غير مسيحي تمام انا ما ده اكليل ولا مش اكليل <applause> يعني نسميه ايه يعني آه بس حصلت كده م. وده موجود في قرارات مجمع الفاتيكان الثاني يعني النص ده موجود في قرارات مجمع الفاتيكان الثاني فالنهارده لما يجي واحد لو افترض واحد مثلا ارثوذكسي ارتبط ب... بواحدة كاثوليك وعندهم عندهم ابنة او ابن وده عايز يرتبط بانسان غير مسيحي الكاثوليك هيقولوا ماله؟ هو ده جزء من ايمانهم والارثوذكس يقول لا فهيعملوا ه... ه... ازاي؟ فهنا في حته الوحدانيه هتعمل ال... 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 الزواج زي ما كنا بنتكلم في حلقه سابقه اولا فيري يعني في اختلافات كتيره فبالطريقة دي أنا بزود اختلافات تاني بينهم وبين بعض أه وطبعا بالنسبة لإخواتنا البروتستانت برضو في اختلافات كبيرة مثلا الأسرار أه يعني مثلا أعرف أسرة الزوج أرثوذكسي والزوجة بروتستانتية وبنتهم بقالها 3 أربع سنين وما متعمدتش لغاية دلوقتي وعايزة عايز يعمدها وهي مش عايزه تعمدها وما تعمدتش لغايه دلوقتي فهنا هنا ما وحدانيه ازاي اتنين يكونوا واحد وهم ما عندهمش هذه الوحدانيه حتى في العقيده وعلى المستوى بقى النفسي لا طب سوري سيدنا انا عايزه حتى قبل ما ندخل في حته النفسي يعني عايزه اقول ان ان لو الفرق بس ان ان ده عايز يعمدها وهي مش عايزه تعمدها هفترض حتى ان هي وافقت وخضعت وعمدتها هتربيها ازاي exactly. اكزاكتلي مثلا يافتك ذكرته من شويه بتاع لما حد يكبر ويقول عايزه اتجوز حد غير مؤمن ما هو انا التربيه اللي مرت على كل السنين عشان اوصل لواحد عايز يعمل الخطوه دي اصلا طب ما كان شكلها ايه في ال في اللخبطه يعني آه طبعا آه يعني حاجات كتيرة يعني في الصلوات مثلا الارثوذكس مثلا يستخدم الاجبيه هي هترفض تستخدم الاجبيه ايفن آه حتى في الاحتفالات بالاعياد والايام والاصوام هو مثلا يبقى عايز يصوم هي مش عايزه تصوم او العكس آه في حضور الكنيسه كل يوم حد في الاعتراف في التناول آه حاجات كتيرة يعني هتبقى فيري فيري تشالنجينج ومش يقدروا ان هم يربوا ولادهم بطريقة سليمة يعني والولاد يبقوا confused يا ترى مين صح <applause> فان احنا نقول مفيش اختلافات لا في اختلافات طبعا <applause> يعني ممكن افتكر يعني يفتى الانبا موسى مره كان بيحكي يقول على اتنين برضو مرتبطين وده طايفه وده طايفه فيعني زوج يقول لزوجته دي بيقول لها احنا عندنا صيام جاي يعني آه الفتره اللي جايه قالت له ايه صيام ايه فقال لها صيام صومني آه نوى يعني ده ثلاثة ايام قالت له طيب ثلاثة ايام زي بعض فات 15 يوم قال احنا عندنا صيام تاني عايزين نصوم قلت له ده ايه قد ايه قال خمسة وخمسين يوم قلت له لا لوحدك بقى يعني يعني اكيد الحياة يعني وحديد بقى للجزء النفسي ان زي ما كنت بقول ان الزواج اساسا فيه تحديات كتيرة فلما كمان بيبقى فيه اختلاف في في الدين يعني مثلا لو لو تحديات الزواج قد كده لما يكون في اختلاف في العقيده انا بزود التحديات قد كده فنسبه النجاح بتقل فليه الانسان يحط نفسه في حاجه زي كده؟ ليه الانسان يحط نفسه في في يعني بيسموها ست هيمسيلف فور فيلير يعني يحط نفسه كده في موقف يخليه يفشل في الاخر ف وبعدين يروح فين من الايه اللي هي بتقول من احب ابا او اما او اخا او اخت أو, او امراه او بنين اكثر مني فلا يستحقاني. يعني ازاي واحد يضحى بعقيدته بايمانه من اجل انسانه هو عايز يرتبط بيها. ازاي؟ فلازم يحط ربنا طبعا قبل كل حاجه. هي النظره نفسها لسر الزواج نفسه كسر يعني. مش هي برضو حتى 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 سر الزواج نفسه حتى من قبل ما ندخل في تربيه اولاد او في حياه كامله حتى النظره نفسها لسر الزواج مش هي مختلفه اصلا بين النظره هنا والنظره هنا يعني عند الكاثوليك طبعا هو سر انما عند البروتستانت هم اللي يؤمنوا بالسر زائد مين اللي بيعمل او الزواج البروتستانتي شخص مجرد واخد بكالوريوس اللي ما عندهمش وضع يد ما عندهمش يعني يعني مجرد واحد درس لاهوت وخد بكالوريوس في اللاهوت وباستور وخلص على كده لان هم منوش بالكهنوت ما عندهمش قدايات وما منوش بالاسرار وما بالروح القدس الكاثوليك طبعا مشكله الزواج مع غير المؤمنين دي مشكله كبيره وعلى ما اعتقد مره في حوار مسكوني كان ما بين الارثوذكس والكاثوليك اه اتسال السؤال ده طيب اه هل الزواج مع غير المؤمنين بتعتبروه ساكرمنتال ولا مش ساكرمنتال؟ يعني سرائري ولا مش سرائري؟ هل في حلول روح قدس ولا ما فيش حلول روح قدس؟ ولو في حل روح قدس ازاي؟ ولو ما فيش حلول روح قدس هل يبقى ده سر ولا مش سر؟ اه يعني دي نقطة برضو اه يا ريت اه إخواتنا الكاثوليك يراجعوا نفسهم فيها ويشوفوا موضوع خلاص غير المؤمنين والزواج مع غير المؤمنين والآية بتاعت معلمنا بولس الرسول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين م. زي فسروها وهلأ هما بيعتمدوا على كرونسس الأولى سبعة فده تفسير خاطئ م. لأن كرونسس الأولى سبعة ده بيتكلم على وضع أن اثنين غير مؤمنين وضع قائم فعلا وواحد منهم دخل الإيمان يعني انا كمان حتى متهيألي النظرة مش بس للزواج النظرة ممكن يمكن هيجي وقت وهنتكلم فيه بس النظرة لفكرة الانفصال بقى ان كان ان كان في فكر اصلا يعني ف يعني ففي حد عنده هذا الفكر وحد الكاثوليك مثلا هم لا يؤمنوا بالطلاق حتى للزنا حتى للزنا لا يؤمنوا بالطلاق نعم انما يؤمنوا بطلان الزواج وعلشان يعني حلوا المشكله توسعوا جدا 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 في اسباب بطلان الزواج آه لكن يعني طبعا في الاخر بالظبط لان كلمه زواج باطل يعني هذا الزواج انه لم يكن م. بس احيانا كثير نلاقي يعني زواج قائم وفي اولاد ويعني مع ذلك يقولوا لا خلاص اديلهم انلمنت بطلان طبعا البروستانت يعني في اسبابهم للطلاق برضو يعني عندهم مجال اوسع يعني من الحدود اللي حطها الكتاب المقدس ان لا طلاق الا لعله الزنا لكن هي الكنيسه عشان تقوم بسر الزواج مش هت مش هت ككنيسة أرثوذكسية يعني مش هتقوم بالسر الزيجة داخل الكنيسة إلا لو كان شخصين الاثنين أرثوذكس عشان تقدر الكنيسة إن هي تصلي تصلي لهم سر الزيجة. آه طبعًا آه طبعًا لازم يكون الاثنين أرثوذكس وهنا أنا عايز بس أقول ملحوظة اللي آه... بيتعمد بقى مخصوص عشان يتجوز جوه الكنيسة. آه, آه... في أحيانًا آه... مثلًا يكون واحد أرثوذكسي ودي يمكن بشوفها في الغرب كتير مم. وعايز تجوز بنت مش ارثوذكسيه أه فيقول لها بس اتعمدي وهي تقف أنها تتعمد مم. فكل اللي خدته من الارثوذكسيه مجرد المعموديه مم. من غير الايمان ومن غير العقيده ومن غير اي حاجه خالص وبتخرج مع عمديه أه ااا فطبعا في بروتستانتيه سلوكا يعني سلوكا يعني. آه. اه طبعا آه وطبعا ده مش مظبوط أحيانا بقى يكونوا ايه هم خايفينهم أحيانا <applause> البيرانس بتوع الولد يعني أو الولد نفسه خايفين لا يجيبوا البنت للكنيسة لابونا يعقد لها الدنيا فتطفش والجوازة تبوظ أحيانا <applause> بيبقوا خايفين لا فعلا لا يجيبوهم لنا خالص يعني بس احنا بنقول لا لازم ن... أنا ما أقدرش أعمد حد غير لما يكون الإنسان ده أنا واثق من عقيدته يعني وهو فعلا داخل بإيمان ما أقدرش أعمد كده مجرد يعني بنعمل تمثيلية عشان ما... ده انضم للكنيسة أنا أتذكر مرة أم أنا يمكن أحكي القصة دي علشان يعني عايز أريح قلوب الناس يعني طيب. كانت خايفة جدا جدا كان ابنها عايز يرتبط بواحدة بروتستانتية وهم أول حاجة يقولوا لها محتاجة تتعمدي من قبل ما يقولوا لها مثلا أي حاجة على العقيدة ولا إيه الفرق بين ده وبين ده فجاي بقى تناقش معايا يعني انت لازم تعمدوها ما, ما ينفعش انكم يعني تضموها للكنيسه من غير معموديه فقلت لها طيب يعني انا هاتي لي الاخت دي نقعد نتكلم معاها وكده يعني أنا ما ببتديش بالمعمودية خالص. يعني عمري ما هقعد مع أول مع واحدة مثلا هتنضم للكنيسة ولا محتاجة تتعمد فقلت لها طب هاتي لي بس نتكلم. كانت في الأول خايفة <applause> لا تجيبها لي احنا <الجبالي تصفيق> نعقدها والجوازة تبوظ. <applause> المهم في الاخر يعني اقتنعت وانا ابتديت اتكلم مع البنت على اساس ايه؟ نقطتين، النقطة الأولى إن يا بنتي شوف الحق فين. م. لو الحق ده في الكنيسة البروتستانتية خليك بروتستانتية، ما, ما ما تجيش الكنيسة الأرثوذكسية. لو الحق ده لقيتيه في الكنيسة الأرثوذكسية، تعالي الكنيسة الأرثوذكسية بغض النظر بقى إن الجواز دي هتمشي ولا مش هتمشي. بالظبط. من أجل خلاصك. من أجل خلاصك. م. والحاجة الثانية اللي قلتها لها المهم الوحدانيه ان يعني انتوا الاثنين لازم تكونوا واحد ما ينفعش انك تبقى انت مثلا بروتستانتيه وارثوذكسي او انت ارثوذكسيه وهو بروتستانتي فندرس وابتديت ادي كتب وتدرس و... وتلاها اساليني لو في حاجه واسالي برضو الباستور بتاعك لو في حاجه يعني انا عايزها توصل واطلبي من ربنا ان ينور قلبك الحقيقه البنت فعلا درست وجت في الاخر وصلت ان الكنيسه الارثوذكسيه دي هي كنيسه الرسل اللي حافظت على الايمان. و... وجت بعد كده هي اللي بقى اللي نفسها قالت انا عايزه اتعمد من ضمن دراستها وصلت ان المعموديه دي شيء ضروري للخلاص. فبعد ما كان في الاول هي مش عايزه تتعمد هي اللي جت طلبت المعموديه. وانا فاكر يوميها انا كنت مشغول فيعني ابونا في الكنيسه هو اللي عمدها وكده وبعتت لي كارت لطيف جدا على قد ايه انها حتى بعد المعموديه حست فعلا ان فعلا حصل فيه تغيير في حياتها واستناره وقد ايه ان هي مبسوطه بالزواج ده لانه عرفها الطريق الحقيقي مره تانية حصل نفس القصه بس كان العكس ال 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 الولد هو البروستانتي والبنت ارثوذكسيه وبرضه قلنا له مش هينفع انك تتعمد غير لما يعني تدرس وتفهم وكده وتعمد بعد كده الخطوبة ما مشيتش يعني <applause> فكت اللي عجبني ان هو استمر في الكنيسة مم. يعني حتى بعد ما الخطوبة وده أكد لي ان انضمامه للكنيسة ما كانش بسبب الجواز بدليل ان هم حتى بعد ما انفصلوا استمروا في الكنيسة وبعد كده اكشلي اتجوز واحدة قبطية بعد كده مم. يعني انتظر في الكنيسة واتجوز واحدة قبطية فمهم جدا ان ان هم يعني المعمودية دي ما بقاش مجرد زي باس كده جواز صفق مرور للجواز وخلاص على كده لا مم. لازم يكون عن اقتناع أنا متهيألي سيدنا يعني يمكن دي زي ما احنا اتكلمنا مثلا قبل كده في حتة معين وازاي احنا نربي ولادنا على ان هم يكون عندهم حتة معين ودي من صغرهم أنا متهيألي برضو يعني كوقاية برضو اللي هي المنهج بتاعنا ان احنا ما نسيبش الشاب لما يوصل يقول انا انا عايز ارتبط بحد او الشابه يعني من من بره الايمان او من بره الارثوذكسيه يعني كل ما مف... كان في وعي جوه البيت يعني طبعا المفروض كل من الصغر الانسان يعني بيحب الكنيسه وان هي كوميتد للكنيسه ملتزم بالكنيسه عارف ان هو مش مش هيضحي بيها ونقطه ثانيه برضه أنا بقول لهم أنا أرثوذكسي النهارده مش لأني ولدت من أب وأم أرثوذكسيين أنا أرثوذكسي لأني مقتنع تماماً إن الأرثوذكسية عالماً بمن آمنت عالماً بمن آمنت، بمن آمنت في برضه نقطة تانية أحياناً بقى يعملوها ودي أنا الحقيقة ما برتاحلهاش أبداً وأنا ضدها يعني إن إحنا مثلاً عايزين يجاملوا الأسرتين مم. فيعملوا مثلا زواج بروستانتي ويعملوا زواج ارثوذكسي. حصل آه حصلت شفتها فعلا. فطبعا ده مش سليم وخصوصا لو عملوا زواج بروستانتي بعد الزواج الارثوذكسي ما ده بيلغي اللي قبليه يعني آه الـ 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 الأخير ده بيلغي اللي قبليه وبعدين يعني احنا بنجامل مين؟ آه وهل الكنيسة الأرثوذكسية يعني للدرجات الكنيسة اللي لها تاريخ 2000 سنة احنا مكسوفين منها وعايزين نجامل الناس يعني فبنجوز في يعني كلام مش مش مظبوط <applause> آه واحنا ما يقولولناش يعني يجوا يتفقوا على ميعاد اكليل وبعد كده نسمع انهم عملوا جواز بروستانتي قبل او او بعد طبعا الكلام ده غلط الكلام ده مش مظبوط <applause> والكنيسه ما بتوافقش عليه لان لازم الانسان يكون ما عندوش دواليتي ثنائيه <applause> يعني أرزوكس انا بروستانتي لكن <applause> ما ينفعش ان انا آه انا بريح مين <مزق> شكرا جدا سيدنا يعني انا انا فعلا كنت محتاجه ان احنا ناكد جدا على النقطه دي لان احنا يمكن احيانا بنهتم بالتربيه الروحيه مش بالتربيه الارثوذكسيه يعني وفرق كبير بين الاثنين يعني ربنا ما ي... لا لا الحقيقه ما فيش فرق لان لو يعني لا يعني الفرق ان ان انا اربي بس تربيه روحيه فقط بدون ما اشعر ان ان في فرق بين كنيستي واي كنيسه التربيه الروحيه السليمه هي تربية مستقيمة تربية مستقيمة نرسي جدا يا سيدنا كتر خيرك نكمل لسه في نظيره برضو الحلقة اللي جاية شكرني نفسك جدا كتر خيرك أحب أن بإذن ربنا الحلقة اللي جاية نكمل مع بعض نظيره نشكركم ونشوفكم بكل خير